هلو يا فنانين، ازيكم؟ النهاردة ده اول فيديو عمله للنصايح الفنية. لقيت ناس كتير قوي مش بتعرف تتعامل مع الفن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هما دايما متسرعين، دايما عايزين يوصلوا الحاجة بسرعة، دايما عايزين يتعلموا الحاجة بسرعة. والفن يا جماعة بياخد وقت، بياخد شهور وسنين من الدراسات عشان نذاكر الموضوع ونفهمه كويس قوي. وبعد كده تلاقي نفسك وتلاقي الحاجة اللي شبهك انت، الفن اللي شبهك لدرجة ان انت بتبدع فيه وبتطلع فيه كل افكارك ومشاعرك، عشان كده انت هتنجح فيه وهتحقق فيه اللي انت نفسك فيه. فالفكرة كلها ان احنا ناخد الخطوات step by step. اول حاجة نعرف خالص القواعد كويس، وبعد ما نعرف القواعد دي نبدأ نمارسها ونطبقها كويس، وبعد ما نتقنها هنلاقي نفسنا في حاجة فيهم شدتنا. اوكي، احنا ممكن نتعلم الرسم، ممكن ما يعجبنيش الرسم، ممكن اقرر ارسم على ماتيريز مختلفة، بدل ما ارسم على ورق ارسم على اقمشة، ارسم على ازاز، ارسم على خشب، ارسم على اي حاجة. يعني ممكن اكون بارسم بس على حاجات مختلفة. فالفكرة كلها ان احنا دايما نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعرف كتير، يكون عندنا تغذية بصرية، كمان عينينا تشوف كتير. يعني عشان اتعلم البورتري لازم اتأمل اشخاص، ناس حقيقيين ربنا خلقهم، صور ناس، اشوف ناس كويسين جدا بيرسموا بورتري كويس، وابدأ اتعلم منهم واشوفهم بيعملوا كل حاجة ازاي عشان يقربوا للشكل الواقعي اللي سبحان الله خلقهم. اوكي، مثلا انا بحب مناظر طبيعيه، ابدا اشوف لوحات مناظر طبيعيه من زمان، من ايام فان جوخ وبيكاسو، وكل شخص فيهم عبر ازاي عن اللقطه او الكادر اللي هو شافه، اوكي، او الصوره اللي هو شافها بعينه، عبر عنها ازاي بشكل يتناسب مع مشاعره هو وخبراته ومهارات ايده، هو عبر عن ده ازاي. انت كمان هتلاقي طريقة تعبر فيها عن الحاجة اللي انت بتحسها جوه الفن بتاعك. فأوريدي بعدها هتقدر تحب مثلا الرسم بالأويل بينتينج، يعني تحب الرسم الزيتي، ونبدأ بعد ما نستخدم الألوان الزيتية تحبها، فتقول طب ما انا ممكن اجرب الأكليريك، طب ما انا ممكن اجرب ووتر كولر، ما انا ممكن اجرب كذا. فلغاية لما تلاقي حالك في حتة معينة او تلاقي مهاراتك ما بتشبعش، كل ما تلاقي نفسك ما بتشبعش غذي نفسك اكتر، اعمل تغذية بصرية، اعمل تغذية فنية، واقرأ اكتر، مارس لوحات الفنانين دول وشوفهم جربوا الفرش ازاي، السكين ازاي، الاقلام ازاي، واعرفوا اكتر عن الموضوع عشان يكون عندكم تفاصيل كتير. يا رب يكون الفيديو مفيد.